فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما توجيه فضيلتكم لإمام في كل صلاة وفي كل ركعة سرية وفي كل ركعة يقترب من لاقط الصوت، يقول: يقترب الإمام من لاقط الصوت في الصلاة في أثناء الركوع ويشوش علي في قراءتي وفي أثناء القيام في السرية، حتى إنني أسمع غالب صلاته ودعائه، هل يجوز هذا الأمر؟ نبهه وقل له: تراك تشوش على من خلفك، لا تقرب من المكروهون. هذا الشيء يغفل عن بعض الأئمة، يجعل فمه في اللاقطة يشوش على من، ويزيد الصوت يرتفع يؤذي الناس في الصلاة، يأثر على الأسماع على الآذان، هذا لا يجوز، لا يجوز لهم هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.